بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي المتابعين الكرام للحسابات الاجتماعية لمؤسسة بريد الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة أن ألقاكم في هذا المباشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021، والذي فرض علينا الاحتفال به عن بعد للاعتبارات الصحية الراهنة. تستوقفنا هذه المناسبة في كل عام عند الدور الجوهري للمرأة وعطائها اللامحدود على كافة الأصعدة، ما يجعلها أساس المجتمع دون منازع. احتفالا بهذا اليوم يسعدني أن أتوجه أصالة عن نفسي وباسم مؤسسة بريد الجزائر بأرق تعابير التهنئة وأسمى معاني العرفان لكل الجزائريات لما تبذلنه من عطاء في كل يوم من أيام السنة، كما أخص بالتهنئة كافة عاملات مؤسسة بريد الجزائر واللواتي أعد واحدة منهن، وذلك على اختلاف مناصبهن: قابضات، مكلفات بالزبائن، ساعيات بريد، تقنيات وأعوان، مسؤولات محليات ومركزيات، وكل عاملة بالمؤسسة دون استثناء. كذلك أشيد بمجهود عاملة مؤسسة بريد الجزائر في ظل الظروف الصحية الخاصة والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد-19، والتي لم تثني عزيمة نساء البريد، بل زادتهن إصراراً على المضي قدماً في بذل الجهد والعمل على ضمان استمرارية الخدمة البريدية في كل ربوع الوطن في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة. يسرني من هذا المنبر كامرأة قبل أن أكون مسؤولة على رأس المؤسسة أن أكون أول المهنئين لك سيدتي العاملة ببريد الجزائر، كما لك كل التقدير نظير مجهوداتك التي تستحق التبجيل والافتخار. هذا وأشد على يدك للعمل والتفاني في مواصلة مسيرة الإنجازات والرقمنة التي لا تزال المؤسسة تجند لها كل الوسائل والإمكانيات بشرية كانت أم مادية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الخدمات البريدية والمالية. عيدكن سعيد، أتمنى لكن دوام الصحة والعافية ومزيدا من التألق والرقي. أما أختا وزوجة، الشكر موصول لكنا جميعا ولمؤسستنا الازدهار والرقي وتوالي الإنجازات خدمة لزبائننا الكرام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.